طالبت عائلة الأسير المريض وليد دقة بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وتقديم العلاج له لإنقاذ حياته، وذلك بعد تدهور حاد طرأ على صحته حيث خضع لعملية استئصال في الرئة اليمنى إلى جانب إصابته بنوعين من السرطان وسط فرض تعتيم طبي على حالته. بلدة باقة الغربية داخل الخط الأخضر بأكملها تترقب الحالة الصحية لابنها الأسير المريض وليد دقة. شقيقه أسعد لا يتوقف عن إجراء المكالمات مع مستشفى برزيلاي، حيث يقبع الأسير في العناية الفائقة، وكذلك مع المحامين وحملة التضامن معه، ويقول إن هذه الأيام حاسمة والمسعى أن يعالج وليد بلا قيد. حتى نلمسه نحاكيه نكون الى جنبه ما في عندنا، اذا هذا بنكلنا لهذا الشكوك اللي وليد بيحاولوا يقتلوه المؤسسه الامنيه ومديريه السجون. بعد استئصال جزء من الرئه اليمنى للاسير دقه والتدهور الحاد الذي طرأ على صحته منذ مارس المنصرم، يواصل نادي الأسير الفلسطيني تفعيل قضية الأسرى المرضى، محذرا من أن الاحتلال قتل 75 أسيرا مريضا، عدا عن وصول عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 بفعل سياساته الممنهجة. هذه الحملة المطلب الأساس أن يكون هناك في تدخل على كافة المستويات ومنها السياسية ومنها أيضا فصائل العمل الوطني والإسلامي من أجل إنقاذ حياة الأسير وليد دقة قبل فوات الأوان. معطيات وضعت العائلة والمؤسسات المعنية في حالة صعبة. أصغر القلقين ميلاد التي خلقت بالنطف المحررة، ومسح ميلادها بعض مشقة مسيرة والدها الذي دخل عامه الاعتقالي 38 ويواجه أمراضا متراكمة منها سرطان الدم ونخاع العظم. يدفع الأسرى الفلسطينيون أعمارهم ثمنا لفاتورة الحرية الباهظة، لكنهم اليوم يكافحون طلبا للعلاج الملح جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بالإهمال الطبي المتعمد المفضي إلى القتل. من باقة الغربية، كريستين ريناوي، العربي، الداخل الفلسطيني. من باقة الغربية تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة سناء دقة زوجة الأسير وليد دقة. سيدة سناء، أهلا بك، أخبرينا أكثر عن آخر ما وصلكم عن الوضع الصحي لوليد. نعم، أهلا بكم. يعني كما هو معلوم وليد استاذ أمس عملية جراحية معقدة استمرت لأكثر من 5 ساعات، عملية حساسة جدا وتعتبر عالية الخطورة. الآن وليد موجود في قسم العناية الفائقة تحت أجهزة التنفس، وال 72 ساعة القادمة هي مصيرية عمليا بالنسبة لوليد، ونحن عائلته كلنا أمل أن يصمد وأن يجتاز هذه الأيام بسلام، فيستقر وضعه ونبدأ بالأمل والتفاؤل أنه لربما سوف يبدأ بالاستجابة للعلاج ومن هناك التحسن في وضعه وفي هذه الأزمة الصحية الخطيرة جدا التي ألمت فيها. طيب سيدة سناء، هل تتواصلون مع مستشفى برزيلاي؟ وهل سيسمح لكم بزيارته؟ كنتم قد زرتوه قبل موعد العملية لمدة 10 دقائق، صحيح؟ نعم، أنا وابنتنا ميلاد تم إعطائنا تصريح زيارة سريعة لمدة 10 دقائق كما ذكرت. وجدنا وليد واعي ومدرك، لكنه واهم جدا ومتألم جدا جدا، ولكن هذا لم يمنعه من أن يكون متماسكا ومبتسما أيضا لميلاد، وأن حتى يلاعبها وأن يسعد بها بهذه اللحظات القليلة والصعبة. يعني بعدها بقليل
تم أخذه إلى غرفة العمليات، ونحن يعني نعلم أشياء عامة جدا. يعني عندما نهاتف المستشفى كل بضعة ساعات يعني نتلقى معلومات عامة أنه مستقر، أنه لم يحدث تغيير عام على وضعه، وأنه ما زال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. ولكن كي نحصل على صورة دقيقة بالنسبة لوضع وليد، علينا أن نتواجد بالمستشفى، ونحن ننوي الذهاب غدا بمشيئة الله، لأن غدا سوف يحاولون إيقاظه من العملية، لأنه هو تحت الأجهزة وهو ليس طبعا بوعيه، وسيحاولون فصله عن جهاز التنفس وفحص إذا سيكون باستطاعته التنفس بمفرده. ونحن يعني جدا جدا بترقب وبتوتر كبير بانتظار أن نعرف بدقة كيف يستجيب وليد للعلاج في هذه اللحظات وفي أيضا الساعات القادمة. بالطبع الأولوية لأن يكون هناك تحسنا في وضعه الصحي، ولكن ماذا عن مطالبات بالإفراج عنه وإطلاق سراحه؟ هل وصلكم أي جواب من قبل أي مؤسسة أو جهة مسؤولة عن هذا الأمر؟ لا، نحن ندعو يعني إلى يعني نحن نحاول على كل الصعود السياسي والشعبي وأيضا لمجهود المؤسسات الحقوقية أن تتضافر كل هذه الجهود، لربما يعني نحصل على نتيجة. إذا لم تكن إطلاق سراح فعلى الأقل علاج كما يتلائم ووضعه الخطير، وأن لا يكون هناك إهمال بوضع وليد. ويعني لا حاجة لذكر أن وليد لم يكن بيصل إلى هذا الوضع لولا أنه نقل بشكل متأخر جدا جدا إلى المستشفى. يعني بقي في السجن ووصل إلى المستشفى في حالة هبوط كامل في كل مؤثرات جسده. نعم. ولذلك نحن نأمل ونحن ندعو المستوى السياسي تحديدا، لأن المستوى السياسي هو الذي من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة له الشفاء العاجل والجهود الحقوقية. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة سناء دقة زوجة الأسير وليد دقة، كنت معنا من باقة الغربية.